السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيد محمد وعلى صحبه أجمعين. مكملين المسلسل مع جينيسيس، كيف حالك؟ إيش أخبارك علي؟ تسلم لي، الله يسعدك. جميلة جميلة، واللون الأخضر، هذا اللون الأبيض اللولي الفضي والأخضر الزيتي عليها رائع. أعتقد كمان الأسود، مع إني ما شفت أسود، بس أعتقد الأسود كمان حينطق على السيارة هذه. صورنا لك ملاصقتكم جي اي تي وهذه جي في اي تي، من باب التشبيه والتقريب، زي البيم مثلا، عفوا المرسيدس الاي كلاس، وعندهم جي ال اي اس كلاس جي ال اس، فهي السياره هذه جي اي تي بس فيها تجيب الدفع الرباعي. زي ما قلت لكم الكوريين بيصنعوا، خصوصا الجينيسيس بيصنعوا سيارات المانيه في كوريا، فمتاثرين مصممين المان والمهندسين والتقنية وكل شيء بيستخدموه، وبيدخل على مستوى الخط الألماني بسعر أنه منافس. نعم، ما حقول الآن أنها رخيصة، غلية أكيد، بس مقارنة بالألماني فإحنا بنتكلم على مقارنة بالألماني حتتكلم أنه برضو ما زالت السيارة هنا أرخص، لأنه تديك فول أوبشن، ممكن تكون قفلين جوا حق السيفتي حق الأطفال، لوك الأطفال. أيوه، ما شاء الله فخامة. دوب وسطنا السيارة، وانا كمان في جزئيه عجبتني في التصميم هنا، الله يسعدكم، دقيقه اوريكم هي، مقارنه بالجي اي تي، من هي يعني سياره مو بس مثيله لها، يعني متطابقه معها. الكونسول هنا حق الجي في اي تي تحسوه احلى من الجي اي تي، لانه جاي كده في متصل بالشكل ده. احنا صورنا لكم الجي اي تي، وان شاء الله عما قريب حنكمل لكم التصوير، مكملين معاكم في كل جديد وغريب ومفيد في عالم المحركات. ما احنا عاتقين حاجه. اكرمكم الله، لو حمار اعرج عليه ماكينه برضه حنصور لكم عليه تجارب ونديكم عليه تقارير، بحيث احنا ارجع اقول يا جماعه الخير، احنا نعطي تقرير وقرار الشراء من عدمه يرجع لكم، نحن فقط ندي تقارير وتجربه للسياره. شكرا لكم متابعتكم الكريمه، وهذا الزر حق الدفع الرباعينا. شكرا لكم متابعتكم كريمة، وإن شاء الله عما قريب نديكم التقرير كامل متكامل عن السيارة هذه، وأي أسئلة، أي ملاحظات، أي استفسارات حابين تعرفوها خلال، أثناء، قبل، بعد التجربة، أكرمونا فيها عشان نعمل حسابا عليها. شكرا لكم.